يقول: هل أحاسب إذا فعلت زوجتي معصية علما بأني أنصحها ولكن لا تستمع أحيانا وتقول المرأة خلقت من ضلع أعوج؟ زين، أول وحدة تقول هذا الظاهر قالتها بس تسكته. على كل حال، عندنا قاعدة تقول كل شاتم علق بكراحة، يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه، ما حد مسؤول عن أحد، لكن أنت مسؤول أنك تعظ، أنك تنصح، أنك تذكر بالله تبارك وتعالى. قد يطيعك الناس، حتى أولادك، مش زوجتك، أولادك أحيانا ما يطيعونك، زوجتك قد لا تطيعك، أبوك، أمك، أخوك، أختك، لست عليهم بمسيطر، ما تملك أنت أن تلزمها بما تريد. عمر بن الخطاب كانت له زوجة مشركة، دعاها الإسلام أبت، فارقها، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالقصد أن الإنسان لا يملك أن يلزم زوجة، لكن يملك أن ينصح، ينصح لها، أن يذكرها. كونها التزمت أو لا تلتزم هذا موضوع يخصها هي، إلا إذا كان الأمر يصل إلى الدياثة، وهذا هنا لا يجوز الإنسان يبقيها على ذمته. ولكن الذي فهمت من السؤال، لا، معاصي عادي، يعني ليس الدياثة، فهنا لا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لكن عليه أن يدعو لها في ظهر الغيب، عليه أن يناصحها، يذكرها بالله تبارك وتعالى، ولا يقبل منها مثل هذا الكلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج وكذا. هذا الكلام غير صحيح، هذا ليس عذرا حقيقة، لكن يذكرها بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهديها ويهدينا جميعا.